يلا نخلصوا يلا. أبارك يا مرحبا يا مرحبا مش كده ايمن ده انا مش مصدق ايه انت بجد بقيت خطيبتي خلاص وقريب هتبقي مراتي ايه الاوفر ده ما بيبطلي ضحك عشان خاطري ليه عشان لما بتضحكي ما اقدرش امسك نفسي تبقي حلوه قوي قوي ومن ساعتها انا مع الاول الناس اللي بتمشي في ايه مفيش كلام رسمي مجنون على فكره حبك انا محبك انا اكتر شايف القاعة حلوة ازاي؟ كانت هتفرق ايه بقى؟ انا كنت لسه هسألك نفس السؤال ده، هتفرق ايه عن غيرها؟ انت عارف لو كنت اتكلت عليك كان زماني دلوقتي اتزفيت على حمار. حمار؟ واعرف كمان. ده انا زعلت شكرا. خلاص حقك عليا. شكرا. خلاص بقى الله. تعرف انا طول عمري كان نفسي اتجوز رشدي أباظة، عمر الشريف، بس بصراحة ربنا طلع بيحبني عشان اخترتك انت. بجد؟ والله. انا شبه الناس دي؟ لا انا بضحك عليك بصراحه. شد حيلك بقى يا ايمن، عايز افرح بيك. لا ايمن ابني ده هيناسب اكبر عيله في البلد. ايه يا ماما؟ ايه يا طنط؟ وانا مزعلكوا ولا ايه؟ يا ود يا بكاش يا بكاش، عايز افرح بيك بقى. لما اخرج من المهندسين الاول، لحسن بقت خانقه قوي. والله معاك حق، المهندسين بقت كلها عمارات، من تحت محلات ومن فوق شقق مفروشه، لما الواحد بقى مش عارف مين طالع ومين نازل ومين رايح فين. مع اني كنت بفكر اتجوز في شقه ماما وحتى بقى قريب من الشغل. بقول لك ايه، الشقق في المهندسين بقت غاليه نار وكلها بتتاجر مفروش. والله عندك حق، انا بفكر اخد بره المهندسين عشان بصراحه بقت خانقه قوي. وبالنسبه بقى لموضوع الجواز ده، فانا بفكر شخصيا اتجوز واحده روسيه. طول عمري كده نفسي اخلف عيل بالالوان، يعني بشوف حاجات حلوه كده ملعلقه منوره في التلفزيون، يعني جت عليا. اقول لكم بلاش الروسي خالص، انا عارفك يا ماما بتحب الافريقي عشريه وبتحب كده شغل البيت وست بيته، هي حاجه كده ايه تساعدك وتخدمك يعني، بدل ما احنا يعني رايحين جايين انت عارف يعني. مجنونه بألف وش، طعمها شطه ومش، طعمها حلو وحادق، خلطه بهاراتها فريش. مجنونه بألف وش، طعمها شطه ومش، طعمها حلو وحادق، خلطه بهاراتها فريش. بتلعبك لما تجيلها وتجنك من عمايلها وتخليك مش على بعضها لعبه وانسى مع الغش. بتلعبك لما تجيلها وتجنك من عمايلها وتخليك مش على بعضها لعبه وانسى مع الغش. كلي يا اختي كلي، كلام ورغي كلام ورغي واكل وكلام ورغي واكل. اطفحي يا اختي حر ونار. يلا يا شاطره قولي لي ايه الكلام. خدي ده فلوس العنبر كله، بس البت شوقيه لسه ما دفعتش عشان امها ما بعتتلهاش الحوالي. طب وليه الحوارات دي بقى؟ يا كل مره تتاخر، انا ما بحبش التاخير. معلش بس المهم في الاخر بتدفع. بس كل شويه بحوارات، وقبل سر ما بتحبش التاخير خليها تشيلي حلتها. يومين وهتبعت لك الفلوس هتكون عندك. تمام، ابلي بقى بسجاره كده عشان انا خرمانه. معيش اخر واحده لسه تافياها. معيش مره عره ونتنا. هاتي يا اختي هاتي، مالك بتبصلي كده ليه؟ هو انا اتكلمت؟ بس عينيكي بتتكلم، يجي لي رب وسل. مره عره ومعفنه، بصلي في السجاره اللي خدتها، كلكوا عرر ومش طايقاكوا. هاتي العيش صايص من غير برومي ولا اي حاجه كده. أبلا الإيراد. طب خدي قسميهم وظبطيهم زي كل شهر. حاضر. الشاي قبل سرور. جه في وقته. ألف هنا. هو لا مؤاخذة يعني قبل سرور، هي الفلوس دي بتاعت إيه؟ بتاعت صحابها يا حبيبتي،
بتسالي ليه يا بت؟ لا يعني اصلا انا اللي اعرفه ان مفيش فلوس في السجن، فاستغربت يعني لما شفتهم في ايدك. شفتيهم؟ الفلوس دي بقى يا حبيبتي عشان حرس السجن، وفوقيهم عامله لهم مرتبات علشان يا حبيبتي يخلوا الممنوع مش ممنوع. يا لهوي، وبياخدوا المبلغ ده كل شهر؟ واكتر من كده كمان يا وزة، ده غير نصيب العنبر بتاعنا ده. ايوه بس ده كتير قوي يا حبيبتي. مش كتير على ازازة ميه ساقعه نشربها، ولا لقمه حلوه ناكلها، ولا سجارتين يا بنتي يعدلوا المزاج. الفلوس دي بقى بتخلي الممنوع مش ممنوع. ابله. كله تمام. طب يلا حطيهم في الدولاب واقفلي كويس واتي المفتاح. حاضر. هنا المكان مهم جدا، عشان كده تلاقيه فيه سياح كتير قوي زي ما انت شايفه كده. ايوه دول هيتقبلوا على كل حاجه طبعا، عشان البضاعه بالنسبه لهم حاجه اوريجينال، يعني كل حاجات يدويه على حاجات محليه يعني. ايوه. عن اسمك لحظه. ماشي اتفضلي. هاي مدام. بيقول لي هاي. اتصرفي بقى. هاو ماتش ذس مدام؟ قول قلت ايه؟ هاو ماتش ذس بليز؟ بيقول لك بكام؟ قولي له 10 دولار 10 ماشي. دولار. دي ب 20 دولار بس. لو خدت دي وخدت دي هعمل لك تخفيض، هعمل لك سيل، يعني هتبقى ب 10 دولار الاثنين مع بعض 10 دولار. اوكي اوكي جات. ماشي ماشي. النبي ده انت جميل وقصه. مدام مدام هيشتري ب 20 دولار. برافو عليك، انت شاطره قوي. برافو. ميس يو لايك كات ووك. ها؟ ووك كات ووك. كات ووك بيقول ايه ده؟ بيقول لك بتمشي زي القطه، زي عارضه الازياء يعني. يا حبيبي يا سكر انت يا جميل يا ابو قصه. كات ووك. طب يلا طلع بقى، طلع اللي في جيبك، يلا وريني كده الحلاوه وريني. خواجه شفت دي البطه دي؟ دي جميله قوي والنعمه، وبتصوصو وبتناونو. يا اختي على عينيك وجمال عينيك يا اختي. اسم الله. على فكره انا ممكن اديك البتاعه دي بخمسة دولار. خمسة دولار؟ يس. طب يلا هات وريني كده. النبي لو حطيت دي كده اهوت على راسك يا اختي على جمالك. يلا بقى طلع الفلوس. يخرب عقلك يا وليد. طب تصدق بالله انا من ساعه ما جيت المكان ده ما ضحكتش، اول مره اضحك من قلب. مش انا قلت لك لما تعرفي وليد مش هتندمي؟ الزهر كده. اقول لك ايه، ما تيجي نخرج بكره؟ اخرج بكره؟ طب وهقول ايه لعجوه بقى؟ قولي له اي حاجه، قولي له ان مدام ليلى محتاجاكي في شغل، قولي له انها طالبه منك انك تبقي موجوده في المشغل طول الوقت. وده بقى ما بقاش كذب. دي كذبه بيضه، كذبه كده بسيطه وهتعدي.